بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات ظريفه جدا. اول وصفه هنعمل صينيه كوسه باللحمه المفرومه على الطريقه التركيه، حلوه قوي وسهله جدا وشكلها حلو وخطيره كده، تعمليها على السفره كده هتعمل قلق. الوصفه الثانيه هنعمل وصفه حلوه قوي اسمها خدود النونو. هي عباره عن عجينه من كتر ما هي يعني طريه ولذيذه كده وحلوه تشبه خدود الايه النونو، يعني وصفه حلوه جدا وسهله قوي هتعجبكم جدا. واخر حاجه هنعمل سموزي الفواكه، شويه فواكه كده مع بعض هنضربهم في الخلاط منعش وظريف وساقع كده بعد الاكل كده في الوقت العصاري كده او على المغربيه، خطير ان شاء الله يا رب يعجبكم. هنقول مقادير اول وصفه اللي هي صينيه الكوسه بحشو اللحمه المفرومه. انا معايا كوسه اي حجم براحتك، بس لما بتبقى صغيره بتبقى احلى. بنقورها نطلع القلب بتاعها وبنقسمها نصين ونديها تشويحه في الزيت او تحميره في الزيت. تمام، انا جبت يعني زيت حمرت بطاطس وجزر، شرايح جزر وبطاطس متقطعه كده جوانح، اوكي، وكمان الكوسه. هتلاقوا ان الكوسه متقوره، بصوا، وايه واخده لها تشويحه علشان ننزل منها ميتها، ومفتوحه كده معموله نصين وبالشكل ده وجاهزه جدا. معايا جزر اهو برده واخد له تشويحه كده في الزيت، صوابع الجزر شبه صوابع البطاطس المحمره كده، ايوه، برده مقلي كده في الزيت شويه. والبطاطس، بطاطس برده واخده لها كده ايه قاليه في الزيت اللي هي متقطعه تقطيعه ايه الجوانح دي. تمام، كوسة والجزر والبطاطس. ومعايا فصين من الثوم المفروم، كوبايتين كبار من عصير الطماطم المضروبة في الخلاط. معايا كمان طبعا لحمة مفرومة وهنعصجها مع بعض، نص كيلو اللحمة المفرومة، عليه بصلاية صغيرة متقطعة صغير، وملح وفلفل اسود، ورشة من جوزة الطيب، وهنحتاج كمان معلقة صغيرة من معجون صلصة الطماطم واحنا بنشوح اللحمة المفرومة. وبس هنعصج اللحمة المفرومة دي اول حاجة، وهقول لكم بقى نعمل الصينيه ازاي على بعضها. يا جماعه جميله جمال وطعمها لذيذ جدا، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم قوي. عايزين ايه؟ نعلي النار هنا، هنحط شويه زيت مش كتير، وعايزه ايه يا شباب، انزل اول حاجه على طول بالبصل كده، عايزه البصل ايه يتشوح. طبعا الزيت بارد هيشتغل دلوقتي، وبعد كده لما يتشوح شويه هنزل عليه باللحمه المفرومه. عقبال ما يحصل كده تعالوا نعمل ايه الصلصه اللي احنا هنحطها في البايركس بتاع الكوسه ده نفسه. اهو كوبايتين كبار من الطماطم المضروبه في الخلاط، يعني تقريبا نص كيلو من الطماطم تضربيهم في الخلاط. هنحط عليهم بقى ايه، هنحط عليهم ثوم كده، فصين من الثوم المفروم على البارد كده، تمام، وملح وفلفل، ملح وفلفل، ثوم وملح وفلفل بس. ممكن نحط كمان معجون صلصه الطماطم في حاله ان لقيتي الطماطم بعد ما ضربتيها في الخلاط لونها فاتح قوي، عايزينها تغمق شويه، فاهمين قصدي كده اهو. وهجيب الصينيه اللي انا هرص فيها الكلام الحلو ده، ونحط الصلصه كده على البارد كده زي ما احنا عاملينها، نفرد لها كده فرده بالشكل ده، بس كده. دي كده تبقى اول حاجه عملناها. البصل هنا اهو بيدبل، نديله رشة ملح عشان يساعد يدبل اكتر اسرع. كده اهو، ومعايا بقى ايه اللحمة المفرومة، هنحطها كده عايزة تحطي برضو مع اللحمة المفرومة في الحالة دي في الوصفة دي فص ثوم مفروم، مفيش مشكلة هتبقى برضو حلوة قوي. انا عايزة اعصجها
تستوي، حطلها بقى ايه، ملح وفلفل، ملح فلفل ورشة جوزة الطيب. وبعد كده هنحط لها معجون صلصة الطماطم، بس ايه تدخل في التشويح شوية الأول. كده وصفة تركي بصراحة لذيذة وكمان شكلها حلو، عشان تبقي متجددة كده ومتألقة، مش ست تقليدية بتعمل نفس الأكل وبتاع، لا يبقى فيه تجديد، فيه تألق، ها تبقي خطيرة في البيت. كده كده اللحمة تمام. نحط بقى معجون صلصة الطماطم كده اهو، اللحمة المفرومة بتتعصج على طول وبتبقى تمام. بس كده هسيبها دقيقتين، وانا اصلا معايا برضو لحمة مفرومة تانية غير دي متعصجة، عشان نبتدي على طول في الصينية هقول لكم هنعملها ازاي. هدي بس كده عليها النار، بس كده هجيب الكوسة اجيبها هنا كده جنبي، وسع مكان اهو. هاخد بقى ايه الكوسة دي ومعايا اللحمة المفرومة، بصوا هنحطها كده الشكل الحلو ده، وهرصها كده، فاهمين قصدي، انا واخدة الكبيرة هفضل اعمل كده فيهم كلهم. هوريكم حالا دلوقتي شكلها هيبقى عامل ازاي، كده هتبقى اصغر شوية. انت بقى لو جبتي الكوسة كلها مقاسها صغير هيبقى احلى واحلى. زي ما قلتلكوا الكوسة دي مقطوعة نصين ومتشال القلب بتاعها، واخدلها تشويحة على النار، تشويحة على النار برشة ملح وفلفل بس. نلفها كده داير ما يدور على قد ما نقدر مع ايه اللحمة المفرومة اللي احنا حطيناها دي كده. كده اهو اعمل واحدة كمان. انتوا عايزين تقصوها بقى عن كده اصلا عشان تبقى مكفية براحتكم. طب هات لنا كده المنظر يا استاذ احمد لو سمحت. هفضل ايه ارص الكوسه كده ومستنياك اقول لكم هحط ازاي البطاطس والجزر، خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت، بصوا انا رصيت طبقتين من الكوسه، استاذ احمد هيجيبها لنا دلوقتي، الكوسه اللي محشيه لحمه مفرومه من فوق، هاتها لنا يا استاذ احمد لو سمحت عشان تبقى باينه اكتر. تمام، رصنا رصه في تحت الاول وبعدين من فوق كمان رصه كوسه اللي هي مقطوعه من نصين، ايوه انصاص كده وايه متقوره، حطينا فيها اللحمه المفرومه، وتحت طبعا صوص الطماطم مضروب في الخلاط مع فصين من الثوم وملح وفلفل على البارد كده. هو ده كده شكلها. معايا بقى جزر، الجزر المقلي ده
هقوم بقى ايه حطاه كده ما بين كل ايه كوسايتين كده مثلا في بعض، هيعمل لون حلو قوي. زي ما قلتلكو الوصفة دي وصفة تركي، بصراحة جربتها وعجبتني قوي، شكلها حلو وطعمها كمان حلو، ويعني تشبه الحاجات اللي احنا نحبها يعني، مش لان بيبقى فيه اوقات اكلات كده تحس انها ايه مش شبهنا يعني ما تعجبناش، لكن لا دي خطيرة. بص انا بقى ايه بحط الجزر كده ايه ما بين الكوسيات بهذا الشكل الظريف، فعمل لنا ايه شكل حلو قوي. ومعانا كمان البطاطس، البطاطس محمرة كده مقلية بس كبيرة شوية، بس كأننا عاملين ايه وردة كده، فاهمين قصدي، برضو مقلية ومستوية كده اهو. ايه دي البطاطس. ومعانا بقى ايه اللحمة المفرومة، هنحط برضو في النص، نجيب كده معلقة يبقى من اللحمة المفرومة اللي احنا لسه معصجينها مع بعض دي، ونحط كده. طب وبعدين يا مروة هنعمل ايه بعد كده؟ هندخلها الفرن، فرن سخن درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق فقط. الصلصة اللي تحت دي تسخن كده وتبقبق مع الكوسة، الكوسة كده كده مستوية، الجزر مستوي، البطاطس اللي احنا حطيناها من فوق مستوية، اللحمة المفرومة مستوية، تدخل بس الفرن الصلصة دي تبقبق معاهم كده يتداخلوا مع بعض، ظريفة جدا مع رز أبيض بشعرية يا جماعة، ويبقى الغداء خلص. خطيرة، احنا عاملين واحدة ومحضرينها، دخلت الفرن خدت وش كده ظريف، أستاذ أحمد هيجيبها لكم حالا، تحفة. غدا سريع وسهل، وخضار بقى كوسة وجزر وبطاطس، يعني حاجة عظيمة بصراحة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. إن شاء الله. أيوه نحط برضو اللي احنا لسه عاملينها هنا كده، ونخش بقى على الوصفة اللي جاية الخطيرة، اللي هي ايه بقى؟ خدود النونو. عجينة مقاديرها سهلة جدا ولذيذة قوي قوي يا جماعة، اسمها خدود النونو علشان هي طرية كده، فاهمين؟ عجينة هشة طرية طعمها لذيذ جدا، وهنحط لها من فوق صوص كده بالكريمة الخفق وبالجبنة، يشبه كده صوص السينابو اللي هو الصوص الابيض ده مع الكراميل، تجنن تجنن، حلوة قوي قوي وسهلة جدا. هقول لكم المقادير دلوقتي حالا. المقادير اهو، 3 كوبايات من الدقيق، دقيق مخبوزات او دقيق مكتوب عليه بيتزا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 معالق من السكر، 3 معالق صغيرين من السكر، رشة ملح، نص كوباية زيت، 5 معالق من اللبن البودرة، 5 معالق صغيرين من لبن البودرة، وكوباية إلا ربع لبن رايب، كوباية إلا ربع لبن رايب. لو ما عندكيش لبن رايب، اللبن العادي حطي عليه نص عصير ليمونة، هتجيبي كوباية إلا ربع من اللبن الحليب العادي وتعصري عليه نص ليمونة وتركنيه بس 10 دقايق، هيبقى رايب تمام. لو انت اوريدي عندك اللبن الرايب هنحتاج كوبايه الا ربع من اللبن الرايب تمام. لو ما عندكيش ليمون حطي معلقه خل كبيره على اللبن العادي هيبقى برضو رايب، فاهمين قصدي؟ يا خل يا ليمون على 3/4 كوبايه اللبن وتركينيها بس 10 دقائق هيبقى رايب معاكي، ده لو ما عندكيش تمام. ونص كوبايه من الميه العاديه خالص، ميه الحنفيه، ومعلقه كبيره من الخميره تمام، طبعا سكر وخميره وبيكنج باودر ودقيق، لبن بودره، نص كوبايه زيت، وكوبايه الا ربع من اللبن الرايب، وميه دافيه عشان نكمل بيها عجن وبس خلاص. وهنشوف احنا بعد ما نحط كمان اللبن الرايب ونعجن كده، هنشوف هنحتاج قد ايه من الميه عشان بس نلم العجين. فظيعه خطيره. هجيب بوله كده اهو، ونحط الدقيق اول حاجه، رشة الملح، نضيع الملح كده، هنحط اللبن البودرة، هنحط البيكنج باودر، وهنحط الخميرة، هنحط السكر، هنحط الزيت كده اهو،
وهنحط كمان اللبن الرايب كده اهو. فاضل لنا ايه؟ الميه. هنشوف هنحتاج قد ايه ميه. نعجن كده الكلام ده كله مع بعضه. تبقى عجينه يا جماعه هشه وفعلا خدود النونو بجد يعني. يعني اسم على مسمى. نحط بقى ميه كده. حطيت مقدار الميه كله. لو حسينا انها ناشفه محتاجه لسه شويه ميه كمان هنحطه طبعا براحتنا. نعجنها بقى كويس قوي. هي كده المقادير بتاعتها مظبوطه، مش محتاجه ولا ميه ولا دقيق ولا اي حاجه. يبقى ده كده ايه شكلها، تتعجن حلو جدا خلوا بالكم عشان تديكوا نتيجه حلوه. بعد ما بنعجنها حلو قوي رايح جاي كده بايدينا بتاع 3 4 دقايق، بتقومي مغطياها بستريتش وتسيبيها تخمر، لان احنا طبعا حاطين لها ايه خميره. بتبقى هايله يا جماعه، مقادير تحفه وتقدري تعملي بيها اكتر من حاجه. تمام، بس هي محتاجه طبعا ايه تتعجن وتتساب كده ايه تخمر وتبقى خطيره. انا معايا واحده جاهزه خمرانه وتمام اهو، هي دي اللي انا هشتغل بيها على طول كده. هنيجي هنا كده على قرمة العجين حلوة دي، رش رش دقيق خفيفة كده. بقى العجينة بقى خمرانة ازاي، بس جميلة جمال خطيرة تجنن كده. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخدها كده كور كده، ندخلها كده في بعض، مش هنحشيها اي حاجة. انت عايزة تحشيها اي حاجة براحتك، بس احنا مش هنحتاج لان هنعملها صوص من فوق كده عليها، هيبقى حلو قوي كده. حاولي بقى على قد ما تقدري تخلي الكرات ايه قد بعض في التقطيع وانت بتقطعيها، على قد ما تقدري كده بهذا الشكل الظريف. قفلي كده عليها، وهنجيب صينية بايركس ونرص فيها الكور دي، كرات خدود النونو. ايوه في خدود النونو عملوا له وصفه، يعني هي تعبير مجازي قد ايه العجينه خطيره كده وطريه زي النونو كده اهو. نفتحها كده ونضمها على بعضها بهذا الشكل الظريف. عايزه اجيب بس الصينيه البايركس بقى، هي فين الصينيه البايركس يا شباب؟ ما حطيتوهاليش ليه؟ مش عارفه بقى، دي مش هتنفع. نشوف ايه، والله انا ممكن نعملها هنا، انا بحب الحله دي وبتدخل الفرن وبتبقى جميله قوي. هنحط كده كرات العجين بالشكل ده، هنسيب مسافه بسيطه قوي ما بين كل واحده والتانية، مش كبيره كده اهو. وهنسيبها تخمر تاني، عايزه اوريكم بس شكلها هيبقى عامل ازاي. كده هنسيبها تخمر تاني تقريبا في حدود نص ساعه، هنلاقي شكلها كده ايه ارتفع برضو كده ونفخ معانا. هنقوم عاملين ايه، هنقوم ساقينها كريمه خفق للحلويات تمام، تقريبا ربع كوبايه، او هقول لكم المقدار بالظبط عشان بس ايه ما بقاش متلخبطه. ايوه هنحط تقريبا يعني كريمه الخفق دي نص كوبايه، نص كوبايه. لو انت عاملاها في صينيه بايركس صغيره شويه هتبقى ربع كوبايه، حلو قوي مفيش مشكله.
بعد ما تخمر، خلوا بالكم معايا، بعد ما تخمر للمره الثانيه في الصينيه، نقوم حاطين لها كريمه الخفق للحلويات اللي هي نص كوبايه، ونقوم مدخلينها فرن سخن درجه حراره 200، تمام، لمده تقريبا، احنا بنتكلم تقريبا في ربع ساعه، يعني تابعيها من اول 10 دقائق لربع ساعه، هتاخد لون حلو كده من فوق وتبقى جاهزه وظريفه جدا. هنقوم بقى عاملين لها صوص جبنه اللي احنا بنعمله للسينابو، هقول لكم مقاديره دلوقتي حالا كده. اهو بصوا انا خلصت ايه الكور اهي، بصوا اهي رصيتها في الصينيه اهو عشان بتتدلدق مني كده. بعد ما بتخمر للمره الثانيه يا جماعه، بنقوم ساقينها كده كريمه خفق للحلويات زي ما اتفقنا، تقريبا نص كوبايه كده اهو، وعلى فرن سخن درجه حراره 200 لمده ربع ساعه، عندك من 10 دقائق لربع ساعه، هتلاقوها استوت بقى واخدت لون جميل جدا وبقت تحفه. بنعمل ايه بقى بعد كده؟ بنحضر لها صوص. عباره عن ايه الصوص ده؟ اقول لكم المقادير بتاعته. عباره عن نص كوبايه من الحليب المكثف المحلى، نص كوبايه من الحليب المكثف المحلى، عليه تقريبا 6 قطع من الجبنه اللي هي المربعات، يعني بما يعادل لو جبنه اللي هي الجبنه الكريمي بتاعت التشيز كيك، 6 معالق كبار، تمام، 6 معالق كبار او 6 ايه قطع من الجبنه المكعبات، اوكي، ومعانا صوص كراميل بس كده. فانا هجيبها بقى بعد ما طلعتها من الفرن كده اهو، هنقوم جايبين اللبن المكثف المحلى وعليه الجبنه، احنا اوريدي حطيناهم مع بعض وضربناهم بالمضرب الكهربائي او ممكن بالهاند بلندر علشان الجبنه كلها تمتزج مع الحليب المكثف المحلى، وهنحطه بقى عليها بعد ما تطلع من الفرن. هوريكم بقى دلوقتي كده، هنحطه في النص، فاهمين قصدي كده، مش هنغطي اللاين اللي على الطرف ده عشان تبقى باين شكلها قوي، تبقاش مش باين منها حاجه خالص، فاهمين قصدي كده اهو، دس كده يبقى شكلها حلو قوي كده، وهيعمل بقى طعم ليها يجنن. ومعايا بقى صوص الكراميل، ايوه من فوق كده، ممكن بقى ايه بقى مثلا كان في هنا يا شباب راحت فين، ممكن نعمل بظهر دي مثلا حته منديل، ممكن نعمل لها شكل برضو كده لو تحبوا، يعني شوكه ولا حاجه عشان ايه نعمل لها شكل كده خطير. مش قادره اقول لكم بقى على طعمها بيبقى عامل ازاي، خصوصا لما بتبقى لسه طالعه من الفرن وسخنه، وتقوموا حاطين لها اللبن المكثف المحلى اللي محطوط عليه الجبنه، جبنه الكريمي بتاعت التشيز كيك بالمقدار اللي انا قلته لكم، وتحطوها عليه كده وهي لسه سخنه مع صوص الكراميل، خطيره بقى فظيعه، ضروري تجربوها وصفه خدود النونو دي هتعجبكم قوي. هحطها بقى هناك وهنطلع فاصل اوان، نرجع نعمل اسهل حاجه في الدنيا، سموذي كده بخليط من الفواكه، حلو قوي ولذيذ ومنعش، هديكم معانا بعد الفاصل. انا جيت، يلا بقى نعمل دلوقتي عصير فواكه حلو قوي، اقول لكم المقادير على طول. سموذي الفواكه، معايا كوبايه من المانجا، المانجا المجمده، تمام، طبعا احنا في ناس كتير ظراف جدا وجامدين قوي بيخزنوا مانجا، فتلاقي المانجا عندها بقى متخزنه في الثلاجه، طلعي لك كده ايه مانجايه ولا مانجايتين كده وقطعيهم مكعبات، ده لو انت مش مخزناهم مكعبات يعني، هيبقوا حلوين قوي قوي مع العصير ده، تمام. ولو ما عندكيش مش مجمده ولا مخزنه ولا حاجه، عادي خالص المانجا موجوده، وتقومي حطاها مقطعه مكعبات وشايلاها بس في الفريزر بتاع ربع ساعه ولا 20 دقيقه كده عشان تبقى ايه مجمده. معايا الجزر،
متقطع شرايح، هيتضرب معاهم في الخلاط، بس احنا بنقطعه شرايح عشان يبقى سهل ايه الضرب معاهم. تمام. جزر، الجزر جميل جدا، عايزاه تديله سلقه هيبقى حلو قوي، عايزاه زي ما هو كده مفيش مشكله، في الحالتين حلو. الناس اللي بتحب الجزر مش هتتضايق، لكن لو في حد يعني الجزر بالنسبه له لا، احنا عايزينه يبقى متداري، يبقى اسلقيه سلقه كده قبل ما نضربه مع الحاجات دي، هتبقى ظريفه. وطبعا بعد ما بيتسلق لازم يبرد خالص، ما يبقاش سخن، فاهمين قصدي؟ ومعايا كوبايه من عصير البرتقال، ونص كوبايه من الموز المجمد برضو. تمام. تبقي مقطعه كده مثلا اربع موزيات حلوين كبار كده، قطعهم شرايح او زي ما هم كده في الفريزر. اوقات كده لما بيبقى جايبين موز وخلاص الدنيا الموز خلاص مش هيتاكل وبتاع، يا اما بنحطه في وصفه يا اما زي ما هو كده بنقوم على طول حاطينه في الفريزر. وقت ما نعمل اي حاجه محتاجين موز مجمد هنطلعه من الفريزر نقشره، او حتى يا ريت طبعا يفضل ان احنا نحطه متجمد من غير القشر في كيس كده متقطع شرايح، او حتى بطوله مفيش مشكله، ينفع بقى في الكلام ده، فاهمين قصدي؟ تعملوا بقى بيه عصير الفاكهه الخطير ده. هنحط عصير البرتقال، هنحط المانجا، المانجا المجمده كده اهو، وهنحط الجزر، شرائح الجزر زي ما اتفقنا عايزينه مسلوق تمام، عايزينه زي ما هو كده برضه تمام، والموز المجمد، ونضرب بقى الكلام الحلو ده، نديله ضربه. سمودي كده من شوية الفواكه والجزر، حلو قوي قوي قوي، وطبعا قيمته الغذائية عالية جدا وظريف، عشان الحاجات كلها ساقعة ومجمدة فهيبقى حلو جدا. نحط بقى منه كده هنا، بصوا تقيل ازاي، سمودي بقى محترم بس كده. نحط هنا كمان، ان شاء الله تجربوه يعجبكم، خطير. وريحته يعني بص ريحته بتجنن، تخيلوا كده مع البرتقال مع المانجا مع الموز يجنن. طبعا ريحه الجزر مش باينه عشان هو مش مسلوق، فمش هيبان قوي، هيبان في الطعم سنه صغيره. احنا ممكن نجيب، احنا عندنا هنا سله فواكه، نجيب مانجايه وبرتقالايا، نعمل ايه نلعب فيهم شويه الحاجات دي. نجيب كده سكينه، هي فين السكينه؟ تعالي يا سكينه يا حلوه، نعمل شكل كده، عشان بس ايه العصير يبقى شكله مغري. سكينة بعافية قوي، نسيت اخد سكينة شريف عفيفي، نسيت اخدها. انا كل شوية اخد منه السكينة وهو مش واخد باله. الشيف شريف عفيفي طبعا زميلي هنا في القناة، عنده حاجات كتير حلوة هناك كده. ماشي يا شريف. نسيت. لا السكينة بتاعتي بعافية قوي. طيب خلاص كفاية كده برتقال، وناخد لنا برضو ايه ريحة مانجا ظريفة، علشان نعمل ايه الديكور خطير كده جنب السمودي الحلو ده. بس كده ناخدهم هنا كده. بس احنا خلصنا الحلقة، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. عملنا ايه بقى؟ عملنا اول وصفة، وصفة الكوسة باللحمة المفرومة على الطريقة التركية، صينية كوسة كده باللحمة المفرومة تجنن،
وسهلة جدا جدا، وفيها جزر هيبقى حلو قوي معاها، والبطاطس ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. الوصفة التانية عملنا خدود النونو عجينة حلوة قوي قوي. بصوا حتى احنا كنا حاطين، خلي بالكم كنا حاطين اللبن المكثف المحلى، كان عايم. بصوا دلوقتي ايه، خلاص توغل في كل كرات العجين الحلوة دي، بيعمل طعم خرافي خرافي. اعملوا بس الطريقة بنفس المقادير هتطلع معاكم تحفة. واخر حاجة عملنا عصير او سموذي الفواكه، مانجا وموز وبرتقان، عصير برتقان، وحطينا كمان جزر، حلو جدا جدا وخطير. ان شاء الله تجربوا ويعجبكم. بشكركم جدا ان انتوا بتتفرجوا عليا، ببقى مبسوطة قوي قوي، وكل الحاجات اللي بتبعتوها لي ربنا يخليكم يا رب، ويا رب كده يفضل البرنامج عاجبكم. تابعوني يوم الثلاث والاربع والخميس والجمعة على قناة النهار الساعة 1 الظهر، ويوم الاربع ان شاء الله بنطلع مع بعض على الهوا. شكرا، باي باي.